اتهمت إسرائيل مصر بمحكمة العدل الدولية إنه هي يلي مسكرة معبر رفح وبتمنع دخول المساعدات على قطاع غزة. مصر نفت الادعاء الإسرائيلي وكررت موقفها السابق إنه المعبر مفتوح من الطرف المصري وإنه إسرائيل تتحكم بالجانب الفلسطيني بغزة. أول شيء البيان المصري بيتكلم حوالين نفي قاطع مصري لمزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. بالحقيقة منع دخول المساعدات على غزة من معبر رفح هو نتيجة تواطؤ مصري إسرائيلي. نحن متلين مصور مخلط على عير غزة. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. رسمياً إسرائيل ما عندها سيطرة على معبر رفح يلي بتديره مصر والسلطة الفلسطينية، بس فعلياً كل شحنات المساعدات والبضائع يلي بتفوت من مصر على غزة عم بتروح على معبر كرم أبو سالم للتفتيش قبل ما تفوت على غزة. هونيك بتماطل سلطة الاحتلال بالتفتيش وبترد شحنات كتيرة على المعبر وبتمنع دخولها. غير إنه إسرائيل قصفت المعبر كذا مرة من 27 لتمنع دخول شحنات المساعدات. دخول أو تعدي هذا السور ومن الذي يليه ليس خاضعاً لأي سلطة في العالم سوى سلطة الاحتلال. بنفس الوقت مصر مش بريئة من حصار غزة. بعد 27 تكدست مئات الشحنات والبضايع على حدود مصر وانمنعت من الدخول، ساعة بحجة انتظار الموافقة الإسرائيلية وساعة بحجة قصف المعبر. سكرت مصر جنبها من معبر رفح بوجه أهل غزة بسبب تخوف السيسي من موجات لجوء جماعي. الفلسطينيين اللي قدروا يطلعوا من غزة من المعبر يا إما معهم جنسيات تانية أو اضطروا يدفعوا رشاوى وصلت ل 9000 دولار عن كل شخص. تاريخ مصر ونظام السيسي تحديداً مع تسكير المعبر كمان بيشهد ضد ادعاءاته. بكل مرة بتعتبر إسرائيل إنه في خطر عليها بتتجاوب مصر مع الضغط الإسرائيلي وبيسكر نظام السيسي معبر رفح من دون ما يعطي تبريرات واضحة، وبيصر بنفس الوقت إنه هو ما له سلطة على المعبر. سكرت مصر المعبر بشكل كامل للمرة الأولى بحزيران 2007 بعد ما سيطرت حماس على غزة. بسبب الحصار القاسي وقت حفر الأهالي أنفاق تحت الحدود مع مصر ليقدروا يفوتوا سلع ومواد أساسية. غرقت مصر المنطقة الحدودية حتى تدمر الأنفاق بدعم من سلطة محمود عباس وإسرائيل بحجة أنه حماس بتستخدمها لتهريب الأسلحة والمقاتلين. يعني احنا نعتبر ان الانفاق غير شرعية، مرة نقول نحط مي نردم بالمي، مرة بسياج حديدي او صلب او كذا. بعد ثورة يناير 2011 قررت الحكومة المصرية فتح معبر رفح وضل مفتوح خلال فترة رئاسة محمد مرسي. وبالتالي لما اقول انا بفتح الحدود مع غزة انا بتكلم عن مطلب شعبي عام. رجع السيسي سكر المعبر بعد اشهر من استلامه الحكم ب 2014 بحجة مخاوف امنية، وظل المعبر مسكر بشكل شبه كامل. وبعد المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية تم إعادة فتح المعبر بعد ما استلمت سلطة محمود عباس إدارته ب 2017. بنفس الوقت يلي بيدعي فيه الاحتلال إنه هو ما خصه بمعبر رفح، لمح نتنياهو من كم يوم لنية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا بهدف عزل حركة حماس. محور فيلادلفيا أو صلاح الدين هو الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة يلي أنشئ عليه معبر رفح عام 1979 بعد معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. بتسيطر مصر والسلطة الفلسطينية على محور فيلادلفيا والمعبر من وقت ما انسحبت إسرائيل من غزة بال2005. نية نتنياهو السيطرة على المحور مش بس تتناقض مع كل اتفاقيات الاحتلال مع مصر وما بتعطي أي أهمية لسيادة الحليف المصري، بتفرجي كمان استعداد إسرائيل للسيطرة الأمنية على غزة أو حتى إعادة استيطانها. بعد أكثر من 100 يوم من الإبادة 11,000 جريح بغزة بحاجة للسفر ما قدر يطلع أكثر من 10% منهم من معبر رفح. وبعد ميات الحملات والمناشدات ما بتوصل المساعدات اللي دخلت غزة ل 10% من حاجة أكثر من مليونين شخص محاصرين. وبالوقت اللي انشغلت فيه مصر بنفي مسؤوليتها بدل ما تفوت المساعدات بلشت تحضر إسرائيل حالها للسيطرة الفعلية مش بس على المعبر إنما على الحدود المصرية الغزوية كلها، حتى ما يبقى من اتفاقيات التطبيع غير المصلحة الإسرائيلية. معبر بيننا وبين أهالينا، معبر بيننا وبين أهالينا، الصهيوني متحكم فينا، الصهيوني متحكم فينا.